بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسنا خيارة قيمة بدنا هودا نقرأ سعوتها يميل كستاد شوكتان ساعد واحد يسوق عند وقت قال ديسو قد بيش النهي برنامج كسمال وهذا حلو كلا أتكدع وطان تدفشن كقرن كسمال الآن برنامج كسمال وحنو كوع سونا دو ديو يافي لا تقي ساعدو دو قد بيه تليفونو دو كشوك تي شركة دي سكارسين تي سمتر سياحكا نقصو قيب قران ونطر تماع العقد إلى 6 مليون أو شيلين كسمال الآن إذا برنامج كسمال دوام ما أنت وحا ونقونا يا برنامج كي لبعد الربضان تأرديسو قد بينو كاسو يكو ترتمي دونان دادك يافي لا تقي ساعدو دو قد بيه تليفونو دو العقد كشوك تي شركة دي سكارسين تي سمتر kulanti wanaagsan meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Ismaal waagaag daawadayaal kulanti wanaagsan markale waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaatayaasha barnaamijka Ismaal igana qayb geli doona qofka ugu horeeya ee habeenkan caawa barnaamijka igana qayb geli doona waxaan noqon doonaa Ahmed Ibrahim Abdullah Ahmed Ibrahim Abdullah loo saabiyo ku soo dhawaada barnaamijka السلام عليكم احمد ابراهيم عبد الله عليكم السلام ورحمه الله كسو دو تلفزيون قرنك الصومالي الان برنامجك الصومالي شركه سكارسين تي اس سمتر اياد بنو دمي احمد ابراهيم واحد تفاصيل نقص ان الارض تايلك ادغنت هي اي معلومات وحي كلا نسين كرتان لي داود يا شباب انا ارض يبان هي واخا خديت تلكن توبيا ان كولج كولج توبيا فيا حالنا يا كولج كمغعين كولج اه حالنا وهكذا مركا سومالي لما دقنت يوتيوب يروح كبر تام ساكن سد دقنت خبر سومالي لما دقني مركا خبر شراء وتقطع مركا ما صور لما يصير مسوي لي كوسع ما يصير كي كواد بكتير سنة كي كواد بكتير وهكذا برنامج كان إنا ثروة دعوته يين كان ما وين دعوة دور كان برنامج كان دور كان بعد دعوته بعد شعبين إنا تكسو قريب قش مرة من مرة كان مركا ما أنت هذا كقريب قال هذا برنامج كله دعوته يين برنامج كان هدي تلوس سؤالات إنه قرنا وحوى يلا بقول يكون تكون وشيلين كسومالي لنا هدي إنه شنو يتمس سؤالات قرنا وحوى يان تدوب قول يا كنت تكون أشيلينك الصومالي اللي أنا هذه أي نمرك هسي قرننا شن يتمنس شن لا تسوى أردنا قرننا حويان مليون يبرد هذه أي نقول لا تنهرس أرد قرننا حويان سدح مليون أشيلينك الصومالي اللي أنا لما تشار تدويرها يا نعاون دونا دي خوات كذا لما تشارنا من لبايا كاتور دونا وهذا قوانا كل بلاد دونا بسم الله مراد كورت الله بسم الله سؤال شكو بعد سؤال شكو بعد واحد كورنا ساعة عرورتي النبي صلى الله عليه وسلم وحايا هايان با سغال عرورة تا سداد عرورة شا تضبا حا لح تهدد ولا يقولي با سياشا وياقاق داو ديا البرنامج كا غيب ايات كتهين انيقا ايو صاحب كاي احمد ابراهيم وامركي كوادين دي باهنو برنامجك أياد نجا عاوين دونتان سؤالش عن الداخلية دونا سؤالش واحد دونا نساء عروتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيا هايان با سقال تا سديد شا تضبا حا لح إمي سقف أيالة وحيا هايان با أو سقال إمي سقف أيالة تا وحيا هايان سديد إمي سقف أيالة شا وحيا هايان تضبا إمي سقف أيال حق وحي هايان ليح وهكذا أنا سكوس أنا قلنا أحمد أحمد إبراهيم بديت ضد كاسي وحينا إلى هذين وشاء وتطبق قفة إلى كوي تبون قفة فردية لما قفة كم يدين وحينا وليح وحويان وحي هايان حق وليحة قوانكو سيعرفيك قالي إنا تكون راعدو إنا سؤال كلا دورته ونكون راعي وشاب نكون راعي شاهد كرة عادي هدي بلدتك عسي نقل دان كور كلي ونصيب نصيب دين السحانة يلا نوصلوك يلا نوصلوك لكن ما يكون سحسين دين السحان سمع كم هاتسين دي كم هاتسين واقاق داو ديال شابا مديق دونا او تدباء سيداسي ايه السحكو تاي هذا اللي وصع بي
aad buu mahadsanyahay soo maaha. Magaalada Hargeysa biyuhu waxay uga yimaadaan, magaalada Hargeysa biyuhu waxay uga yimaadaan ba geed deeble, ta maluugta, ja toon, xa biyo shiinaha. Ba oo geed deeble. Ku adkaysanaysa. Waa hagaag dhan wadeer, su-aashaasi ayaan wadaagi doonaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Ya Axmed, su-aasha saddexaad. Su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa, nebigii aabihii asnaamta samayn jiray waxa uu ahaa nebi ba Nuux calayhi salaam, ta Ciise calayhi salaam, ja Yuusuf calayhi salaam, xa Ibraahim calayhi salaam. Axmed Ibraahim. Ibraahim, xa oo Ibraahima. Ku adkaysanaysaa, weli waxay harsanin inaan laba kaa tuuro, waadna weli isticmaalin iyo dadweynaha. Xaadaad ku adkaysanaysaa. Waa hagaag dhan wadayaal, xaada ayaan wadaagi doonaa oo nabiyullaahi Ibraahim, sidaasi ayay sax ku tahay. Afar, su-aasha afraad. Ninkii dilay Xamsa bin Cabdimudalib waxa uu ahaa ba Abu Lu'lu, ta Waxshi, ja Abu Lahab, xa Abu Jahal. Su-aasha dadweynaha ayaan kugu dhigaa markii labaad. Waa hagaag afar baan marannaa. Daawadayaal, barnaamijka qayb ayaad ka tihiin, annagoo idinka mahadcelinayna markii hore sidaad noo caawiseen aniga iyo Axmed Ibraahim. Hadda afar baan marannaa, markii labaad aan idin baahanno weeye. Su-aasha waxay odhanaysaa, ninkii dilay Xamsa bin Cabdimudalib radiyallahu canhu waxa uu ahaa ba Abu Lu'lu, ta Waxshi, ja Abu Lahab, xa Abu Jahal. Imise qof ayaa le ba Abu Lu'lu ayuu ahaa? Imise qof ayaa le waa ta oo waxa uu ahaa Waxshi? Imise qof ayaa le ja waxa uu ahaa Abu Lahab? Imise qof ayaa le xa waxa uu ahaa Abu Jahal? Aan isku soo noqonno. Ya Axmed, dadkaasi beri waxayna yidhaahdeen waxa uu ahaa Waxshi. Inaad ku raacdid go-aanka adigaas kale. Ku raacsa. Haddii markaasi ayna saxaan ka warano, aynu markaas shan iyo lix saa ku gaarno aanu gudubno. Aad buu mahadsan. Laakiin haddaan toban gaarno, lacagta waxmay nagu yeelanaya. Haddaynu toban gaarno, laba jeer bayna saxaan, lacagta waxmay nagu yeelanaya, aanu lacagta saa ku gaarno. Imisan siinaa? Imisanu siinaa? Wixii loo garto. Ilaina lama lahee, waxaanu garanno bin siinaa, sax waruta. Waa hagaag, taa baan eegi doonaa oo Waxshiya markaasi, sidaasi ayay sax ku tahay. Aad buu mahadsan. Nebiga ugu badan qur-aanka qisadiisa uu Alla kaga waramay waxa weeye, nebiga ugu badan qur-aanka ee qisadiisa Allah kaga waramay waxa weeye ba nebi Daa'uud, ta nebi Muuse, ja nebi Ismaaciil, xa nebi Yacquub calayhi salaam dhammaantood. Ta waa nebi Muuse. Ku adkaysanaysaa. Waa hagaag dhan wadayaal, su-aashaasi ayaan wadaagi doonaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Lix, qoomkii loo diray nebi Saalax waxa ay ahaayeen reer, qoomkii loo diray nebi Saalax waxa ay ahaayeen reer ba Madyan, ta Caad, ja Samuud, xa dhammaan. Laba ka mida ayaan kaa tuuri doonaa. Waxaa isku soo haray ja oo ah Samuud iyo xa oo ah labadaasi ku jiraan ba iyo taa ku jiraan. Ja oo Samuuda. Waa ku adkaysanaysaa. Waa hagaag daawadeen, su-aashaasi ayaan eegi doonaa. Su-aashaasi ayaan eegi doonaa, sidaasi ayay sax ku tahay. Aada loogu sacabiyo. Sacabiyeen mooday, meel wanaagsan buu ninkani. Toddobaanu marannaa meel aad u wanaagsan baynu gaarnay. Samaa? Haye. Weliba aad u xasuusno, hal maro aan laba kaa tuuri doono ayaa inoo harsan. Toddoba, su-aasha toddobaad. Toddoba ayaan marinaa, su-aasha toddobaad. Caruurtii Abubakar Sidiiq waxa ugu weynaa, caruurtii Abubakar Sidiiq waxa ugu weynaa ba Cabdiraxmaan, ta Caaisha, ja Asma, xa Midna. Labaga tuurtaa.
laba kamida ayaan ka tuuri doonaa iyagana. Waxaa isku soo haray ba oo ah Cabdiraxmaan iyo ta oo ah Aisha. Aisha ta. Ta oo ah Aisha. Waa ku adkeysanaysaa. Waa hagaag daawad yar su'aashaasi ayaan wada eegi doonaa. sidaasi qalad ayay ku tahay Cabdiraxmaan ayaa ugu weynaa. aad iyo aad baan kaga mahadcelin Axmed Bilaa waqtiga qaaliga aad iyo aad baan mahadsantay. aad lagu saaxiibay Axmed. shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel. Bushara dadweyno. moogtahay shirkadda Somtel Somaliland ee adeegyo hufnaan inay kordhisay baaxadda lambarrada telefoonada. waxay ku dartay 3 lambar oo ah eber 6 oo laga horeysiinayo lambarkaagii hore ee ka bilaabmay jiray 9ka. inta aanad garaacin lambarka Somtel ee mobaylka ah ee ka bilaabma 9ka, fadlan ka horeysi eber 6. halkan ka dheeho sida aad ugu horeysiinayso furaha cusub ee eber 6. haddii aad ka soo wacayso dhinaca dibadaha 2-2-6 oo ah furaha cusub iyo lambarka aad rabto ee ka bilaabma 9ka. mar kale halkan ka fiirso qaabka dibadda uga soo wici lahayd adigoo isticmaalaya furaha cusub. shirkadda isgaarsiinta ee Somtel Somaliland waxay macaamiisha ku wargelinaysaa in dhinaca laynku yahay sidiisii hore ee caadiga ahayd. ha moogaan shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel. waa hagaag daawadeyaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka Kismaal. waxaanu yeeli doonaa ka qaybqaataha labaad ee barnaamijka waa Axmed. ka qaybqaataha labaad ee barnaamijka ayaan u yeeri doonaa Cabdiraxmaan Axmed Kaahin. Cabdiraxmaan Axmed Kaahin, aad loogu sacabiya. asalaamu calaykum Cabdiraxmaan Axmed Kaahin. Waalaykum salaam. ku soo dhowow telefishinka qaranka Somaliland, shirkadda isgaarsiinta ee Somtel iyo barnaamijka Kismaal. Cabdiraxmaan, waxa tafaasiil naga siisaa inaad arday tahay, halka aad degan tahay, iyo wixii kale macluumaad aniga daawadayaashaba na siin karto. arday waan ahaan jiray, laakiin waan Secondary baan ka baxay. Secondary aad ka baxday? Waxaan deganayay magaalada Burco. magaalada Burco aad degan tahay. Secondary gana Burco aad ka dhamaysatay? marka Hargeysaad timi miyaa imika aad joogtay? Hargeysaad joogtay. marka xalay baa lagula soo saaray? Burcaan joogay, miyaa xalay baa Hargeysa. markii burcada u jaga lagula soo hadlo oo burcada waan barnaamijyada ugu talagalay inaan gobolada yimaado, laakiin ka hor baaba adiga lagula soo hadlo lagu yiri kaale. markaa shirkada ku yadhay inaan burcada ka timaado, burcada xalay ka soo baxday. xalay baan ka soo baxday. burcada sidee xalay? okay, rabadaantii sidii looga soomay iyo xaaladeeda kalaba si fiican baa looga soomay. maasha Allah. markaa ilaa xalay baad soo gashay magaalada. barnaamijkan daraadiin oo timi. aad baan kuu soo dhaweynaynaa hadda barnaamijku inaad hore u daawatay iyo in kale. waan la socday. aad baa u daawan jirtay. barnaamijka burcad uga timi, aad baan kuusoo dhaweynaynaa Hargeysii. barnaamijka waan kuusoo dhaweynayaa taageerayaal fara badan oo imika burcad inaga daawanayaana wayna daawanayaan. marka waa aad baynu dadaalaynaa si moogtahay aynu kasbanaa dadka tirada badan leh. haddii aynu 10 su'aalood garano waxay 250, haddii aynu 15 su'aalood garano 750, haddii aynu 20 su'aalood garano waa 1,000,000 iyo bar, haddii 20 su'aalood aynu garano waa 3,000,000 oo shilinka Soomaaliland. haddana 3,000,000 ee shilinka Soomaaliland adxaan aynu qaadano Hargeysiinteed uga sii tagasaa inta la noqonaysa sida qorsheynaysa. haddana 3,000,000 gaadhno markaasmarkaan gaadhoday qaatin baan qorshaynaya laakiin imika hadlibay imika kasoo qaada adoo imika aan kuu qoro kuu dhiibay kasoo qaad baad imika kuu qoro kuu dhiibay Hargeysiinteed kasi asxaabigii Cumar bin Khadaab dhagarqabihii dilay waxa uu ahaa ba Hulaako, ta Cutba, ja Abilahab, xa Abilulu. waa ku adkeysanaysaa. waa hagaag daawad yar, su'aashaasi ayaan wada eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay. aada lagu sacabiyo, aada la sacabka loo tumo, ilaa sacabkooda wax badan uga baahnina burcana sacabka laga tumayaa burco dhan baa aynu daawanayso barnaamijka tartanaad uga timi xaggana. su'aasha labaad, nebi muuse calayhi salaam waxa ay walaalaahaayeen ba nebi haaruun, ta nebi sakariye,
ش نبي لوط ح نبي شعيب عليه السلام دمانتود نبي هارون عليه السلام نبي هارون عليه السلام وحيوك أرسن أهل حسن والله بقينا ندوينا هينا لبكاة تورا وكواتك سنة سلاكي وعدك داود السؤال شاسي أينا وليقي دورنا سداسي أي سحكو تاي إتوبيا وحالوران شري بريقي هوري إتوبيا وحالوران شري بريقي هوري با أبو سينيا تا كتاج جا سن بلال حا جيبا عبد الرحمن احمد توبيا ما عرفت توبيا ماي ولماتي لكن واد مقشي ودنا ندرس نايرو يا 50 يعني لا با كميدا وقلدا يان كا توري دونا waxaa isku soo xaray ابو سينيا iyo ta oo ah gitaaj waxa ku adkaysay ta ta oo ah gitaaj عبد الرحمن ولي waxaan arsan laba fursadood oo ah inaan moogtay dadweynaha mar labaad ka xaqiiqsano iyo wali baa telefoonki oo ku darnay isagana hadii cid aad aqoon ku tahay message ma ka sii xaqiiqsanaa dadka inay gitaaj Ethiopia loo oran jiray kala Abu Sinia iyo gitaaj gitaaj taas ma qadkeysanay gitaaj to ku adkeysanaya waa hagaag taada ayaan igi doonaa markaasi gitaaj saasi qalad ayay ku tahay وابا ابو سينيا ادبل لك وقتي اقالك حاجه ما عندنا هذه يد ما تصن تليفون صحو مقال صافيو اسهل وغلاهي صوتك مشروي وهاك داود الولي برنامج كسمان ايام كو غدو جيرنا وحنو يلي دونا كا قيب قاتا صدحات اي برنامج كا قيب قاتا صدحات اي برنامج كو وحويا سعيد عبد علي سعيد عبد علي هذا لو صعبيه تليفون صحو مقال صافيو السلام عليكم سعيد عبد علي كسر دو برنامج كسمال شركة سكارسين تسمت ريا تلفزيون كقرن كسمال الآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعيد واحد تفاصيل نقص الساعة إن الأرض تهاي هلك قد جنت هاي أنا جدا ولا يشاء معلومات كده عند السينكرز. أرض بان هاي بتاع دار فصلين كقلم كيمياء. حافظ انت كان يحوي يعني براين كوتبور ان حافظ حراو سكس حراو سكس حراو كان عبد الف حد قبتت كبرت نمس اي سي تي اي سي تي واغا برنامج كان داوتيان كلا سعيد ان ريلي اد بون داوت برنامج كان ان دو حصلهم طلب كل ما كان سوف يسمى فلاش ما انت ما جا سوف يست برنامج كان رنتي الكن فريسيغاد نو اسكا علوس هي سؤالها قاركود نو خلغي يابد قفل نو هل سؤال يري انت كلو نو غران يا ان اسكا ان هل سؤال كو هليا اسكا دبدان تا ان marka macluumaad guud bal dadku sidaas leedahay way u badan marka marka daraasadeed barnaamijkan eegto de marka horta guriga joogta murwaada ka daawanaysid de kulli wax walba kulli fudiyina jawaabti kulli fudiyina maxaa qofka xasuudin saxaata qof muxuu garan waayay su'aashan kale laakiin marka marxaad drone kan leeyahay oo marxaad stage imtixaan qofka bilayo qofku xogaa baqashii abasha ku yiri jirta marka xadisu su'aashii garanaya ay dhici kartaa inuu marka uu saawo naxo su'aal kale uu isagaba dhici kartaa waagaag Saciid waxaad aad u xasuusnaa taan laba jeer inay dadweynuhu in caawin doonaan laba jeerna aan mid laba ka tuuri doonaa hal qofna wadiba ku soo kordhino telefoonka qofka hadii uu cid aqoon ku tumaya mawla si hadlay baa jirto islaan siin doono fursada shanaad waan ku bilaabi doonaa bismillaah su'aasha koobaad qaswatul badr waxa ay dhacday qaswatul badr waxa ay dhacday ama dagaalkii badr waxa uu dhacay ba safar ta muharram cha shabaan ha ramadaan 50-50 laba kamida ayaan ka tuuri doonaa waxa isku soo haray muharram iyo ramadaan سعيد دغار كي بدر وي محرم تعاون كوتي سنين تاوى محرم محرم وحينا عرسن ولي اندد وينا هاي نكسي حقيق صنعي نغو هبنا ايجا غنا ديا وحينا قلنا اماني ايجا نكسي حقيق صنعي محرم واقاق داو ذي البرنامج كا اياد سي توسا قيب قتهين وحان شعال هاينا عاوسان انيقا ايو صاحبك سعيد su'aashu waa nidiis fududeynay laba mid oo qura ayaa soo haray waxay doonaysaa su'aashu qaswatul badr waxay dhacday ama dagaalkii badr waxa uu dhacay ba
waa ka soo taarnay laakiin ta baa isku soo hadhaya xaq oo ah muharram iyo ramadaan imisa qof ayaa la waa ta oo waxa weeye muharram imisa qof ayaa la waa xaq oo waxa weeye ramadaan dibaan isugu soo noqonayaa saciid dadkaasi badi way ku qaadaceen cod aqlabiyadana waxay yidhaahdeen waa xaq oo waxa weeye ramadaan laakiin go-aanka adigaa iskale iyaga waxa odhan waa soo jeeday waad qaadici kartaa iyagana sida adiga kaga soo horjeestay aad marki kula odhan kartaa tiinana waan diiday sababto aad tooda ma soconaysa lakin waa taada ta soconaysa haddii aad ku raacdidna adaa go-aan kale maadaama cod aqlabiyada nagu siiyeen ku raacin insha allah waa hagaag daawadeel xaqda oo markaasi muxarab ramadaan ayaan eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay aada ba mahadsan yahay aada ba isugu dhawaaday su-aasha labaad dilkii u horeeyey ee dunida ka dhaca waxa lagu dilay dilkii u horeeyey ee dunida ka dhaca waxa lagu dilay ba kacab ta haamaan ja haabiil xa qaabiil mar labaad dilkaa horeeyey maynaan joogin mida markaa horeysa wax la dilay waadaag daawadayaal mar kale ayaan idii baahannahay inaad na caawisaan aniga iyo saciid su-aashu waxay doonaysaa dilkii u horeeyey ee dunida ka dhaca waxa lagu dilay ama qofkii u horeeyey ee la dila dunida waxa uu ahaa ba kacab ta haamaan ja haabiil xa qaabiil imise qof ayaa le ba oo kacab u ahaa imise qof ayaa le ta haamaan ayuu ahaa imise qof ayaa le ja haabiil ayuu ahaa imise qof ayaa le xa qaabiil ayuu ahaa waa hagaag dibaa isugu soo noqono saciid mar labaad dadkaasi waxay idhahdeen cod aqlabiyada waa xa oo waxa weeyaan qaabiil inaad ku raaciso iyo inaan laba kaa tuuro inuu harsan go-aanku adigu ku yaalla qaabiil baan ku raacina waa hagaag daawadayaal hakad kadib oo isku soo noqon doonaa naga fogaanina tablagu ugu adeegiyo 10 taabo cilmi baale tamateed iyo xooguna tabta weeye hilaa ee somtel yaan la moogaanin sarcadii adduunkee u saraysay internet adeega 4g oo caalamka ku cusub ayaa markii ugu horeysay ay dalkaaga kaaga hirgelisay shirkadda somtel adeegan oo ah mid xawaarihiisa amaba isbiidhkiisa uu xoog u sarreeyo sekankiiba ayaad ku isticmaali kartaa mobaylkaaga iyo falaashta internetka meel kasta iyo goor kasta video call 4g gundogan xarakiya kbira li asfar borussia liwasa levandowski adeegyo sarreeya internet casri ah oo xawaarihiisu sarreeyo qiimo macquula oo loo daneeyey dadweynaha mar kasta meel kasta goor kasta sekan kasta iyo saacad kasta ha moogaanin somtel kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale aniga iyo saciid waxay noo taagnayd xa oo ah qaabiil inuu aqof ugu horeeyey dunidan la dilo guudkeeda inay wax iska bedeleen dixaysiiska iyo ina halkii noo taagan tahay go-aankaaga xadaan eegnaa waa hagaag daawadayaal xa ayaan eegi doonaa oo markaasi a qaabiil sidaasi ayay sax ku tahay saddex nebigii calayhi salaam loogu magac daray hooyadii waxa uu ahaa ba nebi muuse ta sakariye ja ciise xa muxamed laba ka mid a ayaan kaa saari doonaa oqalada nebigii calayhi salaam loogu magac daray hooyadii waxa uu ahaa ba nebi ciise calayhi salaam iyo waxaa isku soo haray ja oo nebi ciise calayhi salaam iyo xa oo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam nebi ciise oo ja ma ku adkaysanaysa waa hagaag daawadayaal jada ayaan wada eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay nabiyullaahi ciise ibnu maryam su-aasha afraad magaaladii madaxweynihii hore ee somalilan allah u naxariistay maxamed xaaji ibraahim ciigaal uu ku geeriyooday waa magaaladii madaxweynihii hore ee maxamed xaaji ibraahim ciigaal uu ku geeriyooday waa ba britoria ta nairobi ja johannesburg xa freetown
سعيد وقتي مدحوين محمد شيرام عقال حمين الله بعد السمان لانو جيلة تو قيريو دي الكل تشوكت هرقيسا تشوكت وقت قرمات مقشة إلا أيو عبارة شانتي بركة شانتي وقت يارو كونو قيريو دي وي بريتوريا وماني بريتوريا نيض ملانا صح وين الله بكرة تورا وإذا ما ذن تدو إلينا وإذا ما ذن هل قف تلفون كاينو هرسن دي بات قلعيس مركب بقى بريتوريا نقاط كسرنا ها بريتوريا نقاط كسرنا وأجاك دو ذي البقى بريتوريا يعني يجي دونا سلاسيا يسح كتاي صح سود أفريكا سؤال شو شنال نبيجي عرب تلاق ضلها ونبي نبيجي عرب تلاق ضلها ونبي ب عيسى ت موسى ت نوح ح إدريس وتأويين تأوى موسى موسى yes وقوات كيسانسا سفيان طلع محمد كا قصة أنا برب هذا قبرها محمد كايس قصة كل مرة حسن لكن شو ديك أنا دبوا يسوي ير قصة ده قوات كيسانسا محمد كا ها وهذا الدواء ده سؤال شو اسمه وده يجي دونا سيرة سياسية صح كتاي فرعون بس هو كوريين بيقول له موسى عليه السلام فرعون قبل يسوع قادم كي هو يدي كوري داي وبيجا عروت على ليني كده بنا وقت كي دبكة للسيب هذا ودبكة كده دب على صور ها مكتب كي وقعت دب كي وقعت نحن نعرف كي وحياة له سؤال شا لحد عامر واسلل انا هاتن عيمدي اريدا وحلها ابوانكي عامر واسلل انا هاتن عيمدي اريدا وحلها ابوانكي با سيد محمد عبد الله تا تمعد جا راغا اوغاس ح علي دوح سعيد حرمانه يعني باتاي سيد محمد عبد الله با سيد محمد سيد محمد عبد الله حسن وقوات كيسان سا شورا وعقاق داود يسواشا سيوان وليقي دونا سيداسي اي ساحكو تاي وقت قيد راويش صوي الرين صميحين عندما دي اردة لقو صوي الرين اروركي اسنم وحلقو اساسي ودنك اروركي اسنم وحلقو اساسي ودنك با سعوديك تا لدن تا قدر ح جيبوتي تاونا من يا كل مجاهدين تحقق لدن ما يقول الله كسقاطين أقال لدن تا لدن وحن يقول أوركي أسنا وحلقو أساسي ودنك نذكى أساس يو كل واقتان ويكل الدوانان يعني بحيث هذه الصورة قالت أنت كفر أبدا غفوين وما قلنا ما شاء الله كل واقع. صار مالي مركب حب جبوت نادي كل يوبنا لكن أنا واحد مرنا يا وده كارلدا وده كارلدا هذا. هم قوات كسرنا لنا. قام يجوري دي لفتيس وحقاس مع سيلا حقاس لفتيس حقاس معه. أنا حقاس I think حقاس مرنا يا. أنا ده برضو ما ننسى. إن. لقى لقوا أساسي. مقام قوات كيسانا قوانك قار سعيد بسم الله الرحمن سعيد تعال من قوات كيسانا تا أولادنا يس واقاك داود يال تا أولادنا أيام الكاسي وليقي دونا ساسي قرار يكوت هاي سعودي عربية لانو والاك قرنا واقعي قدوميا لغو دورت السحبات هاي لكن اساسي قواد سعودي قايب قد عياد وما سنت قاد لغو شعبية واقعك داود يولي وحان كو قد يجرنا برنامج كسمال وحانو يالي دونا كقيب قاتها مركاسي صدحات افراد اي برنامجك كقيب قاتها افراد اي برنامجك هو عبدالقاني سعيد احمد عبدالقاني سعيد احمد اهلا لغو صعبية وأجاك السلام عليكم عبد القني سعيد أحمد كسر دو برنامج كسمال. أيوة كده.
عبدالغني واحد تفاصيل نقص سين الأرض تهاي هلك أدقين تهاي وحبر شرا وحي معلومة هذا نسين كرت واحد دقيني مجال الرجيسة قال هن حافظ على ما ذا واحد دقت عشان بعد الرجيسة قلنا سينير كن كبوكتيس كقولي سا يعني حمد خالد كر جامعة قلت فوق أي سي تيجا حكوا دورة أي سي تيجا كل يدو تكنولوجيا دادون كيدون بهجيس بركة حساسا حسين إن الله طلعب شو تكنولوجيا ده وهذا برنامج كنا داوته يين كنا برنامج كنا داون شرته برنامج كنا مركز أكتو ندخل غفرة بدلنا سؤال شلا بس دحات إن كوك عيان محل سؤال شيء تمت قولي شو كتو طلع حاجة وحكسي ده كل إشارة هالك أنا شو قاعد بينو قرن شو قاعد بدنا قرن وين شنو شيء برنامج كا سات المامي هذا معلومات كويسة إلى العدد 6 مليار وترتمنا أقول هذا حسوسنا تحاول لا بشرنا من لا بكرة تور الدانو لا بشرنا ددوينا على تشن دون هل مرنا عندي تلفون عن قراعي كرنا أصحاب هذا أما إلى عدة دون تاعت إني جونا سيت وصل برنامج كنا قلنا قيم قادم دونا كنا عاون دونا بسم الله ما هو بلا دونا سؤال شكوبات واحد كورن نسا دا أذ النبي صلى الله عليه وسلم وحيا هيد وقت جو غير يودي دا أذ النبي صلى الله عليه وسلم وحيا هيد أو كل انتي با كوبي اللي حذن شر تا لبي اللي حذن شر شا صدحي اللي حذن شر ح أفري اللي حذن شر عبد القاني الحين أرسل إن دوينا لا تشنه شو عشان دوينا وبيه وعجاك دو ريال برنامج كسي توسع عياد نقول قيم قادم دونتان سؤال شو حيد ولا نساء نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي هيدا ذي سو وقت جو جيريو ذي با كوبي اللي باتن شر با كوبي اللي حذن شر تا لبي اللي حذن شر تا صدحي اللي حذن شر ح أفري اللي حذن شر إم سقف أيالة دادي سو نبي وقت جو جيريو ذي وحي هيد كوبي اللي حذن أو با إم سقف أيالة تا لبي اللي حذن أي هيد إم سقف أيالة تا صدحي اللي حذن أي هيد إم سقف أيالة ح أفر يلحذن أيها هيد وهذاك أدب ما سيدان سوسن قنو بديت تكاسي وحين إلى هذين وشاء وعبد قنو صدح يلحذنا يجوا سو شيء لكن قوان كهذا كسكمة لي وانكو كرسون يدبينا كراعي هو كرسون تاع دينا قلدان كور دين خلاه عادي كل يوم داين وهذاك صدح يلحذن وشاء يان داود يا ولد يجي دونا سؤاش سئين ولد يجي دنا سيدا سئي صح كتاعي سؤال شلبات بصدق وحكى له الله يقانا مجع بصدق وحكى له الله يقانا مجع ب يانيور ت دند ش شام ب ح دمان عندك أنا بصدق ما ركت بصدق قولي ما شوكت تبغى قولي نالك استمر بصدق يفر بدنته ملك أنت تلو يقانا بعدي ب مليان يوربا ت مدينة ب ش مشامبيا ح مدمان با فيت فيت كان لما كملا أيام كاتوري دونا وحصوها لي ح ودمان ويكشران لبدي بحياة مدينة دي هي شامبي دي هي ت ودينة دو قرا هو لو كشران ها هاي كشران كده بايو إحنا قلنا دمان مرة ح ودمان إنه قلنا madam walaba iyo hore ku jira waagaag daawada il xaq ayaan eegi doonaa markaas sidaas ayay sax ku tahay ala lagu saadiyo su'aasha saddexaad asxaabigi ugu xadiis tabadna wa asxaabigi ugu xadiis tabadna wa ba ibn mas'ud ta ibn abbas cha abi hurayra ha ibn umar بسم الله واحنا قلنا أبو هريرة بقى أبو هريرة تقعد كسر سوري وحي أرسل مرة دمينا كنا قلنا يا الله بكات سورة تقعد كسر سوري وعجاك دولة يا سو عشا سوى ويجي دونا أبو هريرة وشا سيدا سيا يسح كتاي سو عشا أفراد وفك أي شنبروه كدلان وحمرك هرس سمايا وفك أي شنبروه كدلان waxa marka hore sameeya ba shimbirka lab oo kaliya ta shimbirka dadig
oo kaliya ja shimbirka lab iyo dhadig ha midna pul shimbirad kama aragtay abdu qani geedka yarka soo laalaadiya waagaag daawadayaal barnaamijka qeyb ayaad ka tihiin waxaan doonaynaa ilaa afar baan marannaa markii hore waadna caawisan aad ba maadsantihiin iminkana inaad na caawisaan su-aashu waxay doonaysaa cufka ay shimbiruhu ku dhalaan waxaa marka hore sameeya ba shimbirta lab keliya ta shimbirta dhadig oo keliya ja shimbirta lab iyo dhadig ha midna imise qof ayaa le waa ba oo shimbirta lab oo keliya ayaa sameysa imise qof ayaa le waa ta oo shimbirta dhadig oo keliya ayaa sameysa imise qof ayaa le waa ja oo shimbirta lab iyo dhadig bay wada sameeyaan imise qof ayaa le waa xa oo waa midna aan dib isugu soo noqonno cabdiqani sideed qof oo ka midi waxay yidhahdeen waa ba oo waa shimbirta lab oo keliya sagaal qof oo kale waxay yidhahdeen waa ta oo waa shimbirta dhadig oo keliya ja shimbirta lab iyo dhadig ayaa wada sameeyana cidimay odhan xa midna cidimay odhan labada aada noo isugu dhow yihiin tir ahaan waxaan qaadanayaa taa shimbirta dhadig keliya shimbirta dhadig oo keliya oo loo badnaa ku adkeysanaysa waagaag daawada su-aashaasi waan wadaegi doonaa markaasi sidaasi qalad ayay ku tahay su-aasha saxdii waxa weeyaan shimbirka lab oo keliya ayaa marka hore sameeya aad iyo aad ba umahadsan tahay waqtiga qaaligaad mahagamaadanina aad iyo aad lagu saxaabiya waagaag daawadayaal gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxaanan soo gaarnay waqtigii dadweynaha tirada badan ee waqtigooda qaaliga aad kuga mahad celinayno ee meel kasta ku sugan shaashadana naga daawanaya iyaguna ay nagala qayb gelayeen su-aasha ama weydiinta dadweynaha ayaan usoo gudbin doonaa diyaarsada moobilada iyo qalimada iskuna daya inaad kasoo jawaabtaan weydiintan eega muraayadeeda hor taalla wiilka dhasha isagoo ay madheertii hooyadii ku duuduuban tahay waxaa loo baxshaa wiilka dhasha isagoo ay madheerta hooyadii ku duuduuban tahay waxaa loo baxshaa ba shaqo leh ta dheeg ja maraxume xa jawaan mar kale daawadayaan idigu celiyo wiilka dhasha isagoo ay madheerta hooyadii ku duuduuban tahay waxaa loo baxshaa ba shaqo leh ta dheeg ja maraxume xa jawaan waa hagaag daawadayaal isku day inaad kasoo jawaabtaan su-aashaasi idinku kusoo diri doona lambarka gaaban ee 8-8-8 ee shaashada ku qoran lambarkaasi 8-8 waxaad kusoo dirtaan xarafka ama jawaabta oo dhammaystiran kadibna cidii nasiib u yeelata isla berita ayaan ku doosiin doonaa hadiyadda loogu talagalay ee mobilka dhammaantiina kasoo wada jawaaba iskuna day inaad hadda marka barnaamijka dhamaado telefoonkaaga lacag ku shubato meel kasto aad joogto si aad barnaamijka berita isagana aad noola kulanto haddii aa la yidhaahda intaan barnaamijkan kaxigay isku iman doono ramadaan kariim waxaan aad ugu mahadcelinayaa akhyaarta magacyadooda xagga dambe kasoo bixi doonaan idinkana aad baan idugu mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu